معاناة نقص الوقود في عدد من المناطق والمدن الليبية ليست وليدة اللحظة، فهذه الظاهرة انتشرت أخيراً بعد أحداث فبراير، لا سيما عقب تهريب الوقود عبر الحدود الليبية إلى تونس ودول الجوار الإفريقي. والله تصرفوا من برا في الجلالية من 15 و20 جنيه. أنا حشاف عندي بنية في الاحتياجات الخاصة في نالوت، تقرأ يومياً نرقى بها النالوت، اضطريت نشري من برا من الشارع في البنزينة، والله غالب هذا قدر شو ندير. منطقة الأحوامات تعاني من قلة البنزين وعدم توفره لفترات تتجاوز الأسبوعين، مما أثقل كاهل المواطن. الأسباب من الشركة، الشركة يوم يحولوهم للزاوية، يوم يحولوهم لطرابلس، وصاحب المحطة بالحق تعب، مرة يمشي لطرابلس ومرة للزاوية، كانت يوم بعد يوم تجي، وما شاء الله الحق مستفادة منها المناطق المجاورة، سواء منطقة تيجي جيراننا من هنا والمجابرة وتكوت والحوامد، وقدامك الطابور تشوف فيه. صهاريج الوقود تمر عبر المنطقة إلى أماكن أخرى أمام مرأى الأهالي ومسمعهم دون التوقف في محطاتها وتزويدها بالاحتياجات اللازمة من الوقود. تبي نقولهم تعالوا شوفوا وضعنا يا راجل، تواسب السفدين أكثر منا من بنزينتنا يا راجل، عيشونا في دل أصحاب المحطات، دلونا عيشونا في دل. هذا لي رسالة نبيها للمواطنين باي للمسؤولين في ليبيا، يا راجل خير لغيرنا يا راجل، نتفرجوا عليه يا راجل، لا إله الله يا راجل. رغم كل المجهودات من شركة البريغا لتسويق النفط للحد من ظاهرتي التهريب والتوزيع السيء للوقود، فإن هناك مناطق لا يصلها هذا الوقود الذي يعد إحدى مقومات الحياة.